المنظمة يعني تعتبر هي حديثة، لكن من خلال يعني المبادرات اللي بيقدموها بيحاولوا انه يكونوا حضور، وخصوصا انهم هم جو في سنة قد تعتبر هي السنة الأصعب على العالم كله، سنة 2020، لأنه ظهر الوباء في نهاية وباء كورونا في نهاية عام 2019، دخل علينا 2020، وكانت يعني هنا الفترة اللي بدأت فيها الإغلاقات في العالم، ويعني ظهور الوباء في أكثر من بلد، وبالتأكيد الأمر جعل إنه الحياة بقت فيها صعوبات كثيرة، وألقى بضوءه على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكمان زاد لنا من الضغوط اللي أصلا هي موجودة في جوانب الصحة والحقل الطبي. إحنا حنتكلم أكثر عن المنظمة وعن إنها هي جات في الفترة الصعبة دي، لكن خلينا نتكلم عن الأهداف من قيام المنظمة. أهداف قيام منظمة رواد الأعطاء الخيرية، من ضمن الأهداف بتاعتها، الأهداف طبعا بتتقسم على حسب تقسيمات المكاتب الموجودة فيها. طيب عندنا مكتب التدريب، مكتب التدريب بيقوم بعملية تقديم الخبرات وفي تدريب الأفراد في شتى المجالات المختلفة. ولما نجي دار أتكلم عن مجال التدريب أذكر آخر إيفنت قامت به منظمة رواد الأعطاء الخيرية، أيوة، ما في قاعة اتحاد أصحاب العمل السوداني. الإيفنت ده العدد المستحدث فيه كان 100 مشارك نسبة للاحتياطات الصحية وظروف كورونا. مشارك فيه 100 مشارك، وعدت إلى دورات تدريبية في مختلف التخصصات، منها دورات تحفيزية، منها دورات في إدارة المجتمعات، دورات في العمل الطوعي. يعني كان البرنامج لمدة يومين، ولكن زي ما بيقول ملان بكل التخصصات المختلفة، وكان برنامج يعني دربة بداية، ولكن أنا بعتبرها دربة بداية قوية ودربة بداية حادثة. نعم، البداية بمئة مشارك كمتدرب رغم ما سهل. طيب خلينا نتكلم عن الفئات المستهدفة من عمل المنظمة. بالنسبة للفئات المستهدفة عمل المنظمة، نحن بنستهدف طبعا الشريحة الضعيفة، إننا اليتامى والفاقدي اللجوء الهومليس، وكذلك الطلاب الفقراء نعم. طيب خلينا نتكلم كمان عن أعضاء المنظمة، منهم والعضوية في المنظمة بتتم كيف؟ طيب بالنسبة للهيكل الإداري لمنظمة رواد الأعطاء الخيرية، برئاسة الباشمهندس الاستشاري أيمن إبراهيم، الأمانة العامة المستر كوتش نور الدين الحادي، وبقية المكاتب، مكتب التدريب بقيادة أستاذة بشاعر، ومكتب الشؤون الاجتماعية والمالية بقيادة أستاذة عاية، مكتب الإعلام والعلاقات العامة بقيادة أستاذ محمد نصر الدين، مكتب الصحة والتعليم بقيادة الشخصية الضيف. طيب الأعضاء اللي هم أعضاء المجتمع الحابين يكونوا جزء من المنظمة، يعني عندكم فئات معينة بتختاروهم، ولا أي شخص حاب يكون عضو في المنظمة ممكن يجي ويتطوع؟ طيب أنا من ضمن نقاط القوة القايد دائما أسلط عليها الضوء، إننا في المنظمة يعني كل الأعضاء هم شباب أعمارهم ما بين 25 إلى 35، فدي بحد ذاتها بتعتبر نقطة قوة وبتدينا دافع نحن بنمشي إلى الأمام، وبيحصل لنا أدابتيشن مع الوضع الموجود. بالنسبة لكيفية الانضمام للمنظمة على حسب حوجة المكاتب الموجودة فيها. الآن نحن مكاتبنا ما شاء الله يعني مكتملة، لكن عندما يتم مثلا في قصور أو في حوجة أو في إعادة استبدال كده، نحن بنرفع المكتب الإعلامي بيرفع طوالي في السوشيال ميديا إنه محتاجين لمتطوعين جداد يشتغلوا معنا في المنظمة. طبعا أي عمل إنساني بيحتاج لميزانيات، باعتبار انه يعني مثلا تدريب الكوادر بيحتاج انكم انتم تجيبوا مدربين مثلا وتدفعوا لهم، بالاضافه لانه عليكم منصرفات كثيره، فكيف بتوفروا الميزانيه الكبيره للمنظمه؟ بالنسبه لدعم المنظمه،
المنظمة بتجيها من جهتين. نعم. الجهة الأولى هي المنظمات الانترناشونال. نعم. المنظمات العالمية. عندكم شراكات معها؟ أيوة، عندنا شراكات مع المنظمات العالمية، واثنين من الخيرين ورجال الأعمال. نعم. طيب ممكن نعرف الشراكات، هل بس في منظمات يعني عالمية ولا كمان عندكم شراكات مع منظمات محلية؟ نعم، في شراكات مع منظمات محلية. بنشتغل مع ناس جمعية الهلال الأحمر في وحدات مختلفة. نعم، لأنه أنتوا بتشتغلوا في نفس المجال، يعني أيوة مجال الصحة. نعم. طيب المشروعات اللي تمت إلى الآن، هو مشروع التدريب، تدريب 100 كادر، ولا عندكم مشاريع تانية؟ أيوة، دل في مشروع التدريب من ضمن الخطة اللي اتوضعت في بداية 21، اللي هي خطة التدريب 10,000 مدرب. نعم. والحمد لله، الحمد لله تم تدريب ما يفوق 15,000 مدرب. الخطة كانت موجودة ل 10,000 مدرب، ولكن تم إنجاز 15,000 مدرب. ما شاء الله، فده بحد ذاته بالنسبة لنا إنجاز. ده إنجاز كبير لمنظمة يعني هي بداياتها كانت السنة قبل الفاتت يعني. طيب خلينا نكون عمليين ونتكلم عن المشروعات القادمة، مشروعاتكم القادمة في المنظمة. مشروعاتنا القادمة، الآن نحن في المنظمة عندنا أفرع في 3 ولايات، اللي هي في ولاية سنار. نعم. وولاية جنوب كردفان كادوغلي وولاية النيل الأبيض. من ضمن الاستراتيجية اللي احنا دارين نضعها في المستقبل، دارين نكمل بقية ولايات السودان ال 14. نعم. نكمل فيها كل أفرع للولايات حتى يتم توزيع كل العمل على تغطية جميع ولايات السودان بالتساوي. نعم. الآن نحن حاليا شغالين في 4 ولايات. نعم. في العاصمة وفي 3 ولايات. كيف تم اختيار الولايات سنار، جنوب كردفان والنيل الأبيض؟ تم اختيار الولايات على حسب الكفاءة. نعم. رفعنا منشور في السوشيال ميديا انه نحن عندنا كده كده دارين ناس جاهزين، عندنا تكلفه، دارين ناس جاهزين، عندنا مقر، نحن بنجي نأسس لهم المنظمه. طيب بتخططوا لبرامجكم كيف؟ التخطيط لبرامج المنظمه المختلفه، يعني مثلا لو عايزين تعملوا قافله صحيه، التخطيط بيتم كيف وبتستهدفوا المناطق كيف؟ التخطيط بيتم على حسب الحوجة. نحن مشاهدين السوشيال ميديا، يعني مصادركم هي السوشيال ميديا؟ أيوة السوشيال ميديا، نحن بنعتمد اعتماد كله على السوشيال ميديا. نعم. لأنه كل الأحداث وكل المجريات بتجري السوشيال ميديا الآن أصبحت يعني كغرفة واحدة بتغطي كل الحياة دي. نعم. طيب عندكم فئات مستهدفة معينة مثلا يعني في قوافلكم الصحية اللي بتطلع، مثلا فئة الأطفال، فئة النساء، يعني هي بتمشي القافلة الصحية متنوعة؟ طيب بما أنه المنظمة هي في بداياتها الأولى، نحن الآن بنعمل عبارة عن شراكات. مثلا اشتغلنا مشينا قافلة للفاو لمضرر السيول والأمطار. نعم. تقريبا قبل 3 شهور. القافلة دي كانت قائمة به قبيلة البرق سلحاب. نعم. القافلة نحن جينا انضمينا عليهم، و عندنا كوادر فاتوا معهم، برضو الحاجات اللي نحن قدرنا نقدمها عليهم برضو وديناها هناك. نعم. يعني في البداية نحن بنشتغل كشغل بالتعاون. بالتعاون مع جمعيات كبيرة أو منظمات شغالة، يعني زي ما بقولوا أهلنا يد واحدة ما بتصفق. نعم، يد واحدة بتصفق. طيب الصحة واحدة من المجالات المهمة والكبيرة، وكمان يعني جات كورونا وألقت على عاتقها يعني أعباء جديدة وكبيرة، فحابة يعني أعرف برامجكم مجال الصحة شنو في الأيام القادمة أو في الفترة القادمة؟ طيب بالنسبة لمكتب الصحة، بما أنه ده المكتب اللي أنت مديره. نعم، مكتب الصحة الاستراتيجيات الموجودة فيها أو المشروعات المفترض تنجز في 22، لنا مشروع الطحور الجماعي. الطحور الجماعي بنستهدف فيها المناطق الناعية في أطراف العاصمة. عندنا 2 تأهيل المستشفيات، زي ما أنت قبلك ذكرت إنه المجتمع، منظمات المجتمع المدني بتقف سندا للحكومات.
نحن في تأهيل المستشفيات وكذلك في تأهيل المستشفيات وكذلك في إقامة القوافل الصحية نحن بنكون جاهزين حصل أي كوارث طبيعية، سيول، أمطار، فيضانات إن شاء الله. نعم. إحنا طبعا بالتأكيد بنتمنى لكم التوفيق وإنه مساعيكم وأهدافكم اللي أنتم وضحتوها لتحقيقها أنها تحقق ويستفيد أكبر عدد ممكن من الخدمات المقدمة من خلال منظمة رواد العطاء الخيرية. شكرا جزيلا لك، وبالتأكيد نحن سننتظركم في مرات قادمة تغطية لمشاريعكم. الأستاذ مصطفى صالح مصطفى، مدير مكتب الصحة والتعليم بمنظمة رواد العطاء الخيرية، شكرا لحضورك هذا الصباح. شكرا لك كثير.